الزواج أبو علي هي مؤسسة بين طرفين قائمة عن نية بالاستمرارية، الشراكة، الالتزام، الاستقرار النفسي للطرفين ضمن حقوق وواجبات. هاي الديفينيشن تبع الزواج. إذا بدي أرجع اختصر تجربتك وناقشك فيها، أول زواج كان زواج حب ولدني، طلقت. الزواج الثاني حب أمومي، التجأت له أكبر مني بعشر سنين، طلقت أكيد. زواج ثالث صار بالغربة وجبت لهون وجيني صبي وتسهلت على بلد، وطلقت أكيد. زواج رابع حققت أمنية من أول ما وقيت على الدنيا وطلقت. الزواج الخامس تصيدوني وطلقت. حسن. والزواج السادس ردة فعل من امرأة ملتزمة وطلقت. أبو علي ست زيجات، شو اللي كان إذا بدي التعميم خاطئ، ولكن مش ممكن واحد يعمم حسب تجاربه الزوجية، ولكن الشخص واحد، التجربة واحدة، إذا بدنا نحاول نلاقي النقاط المشتركة، أسباب الطلقات المتكررة شو ممكن تكون؟ أسباب كل أكتريتها بالعناد، بالأخذ والعطاء. ما تحطي إيدك على الطاولة، طيب لو سمحتي ما تحطي إيدك على الطاولة، هذه مثلا بعطيك. ثالث مرة ما تحطي إيدك على الطاولة، رابع مرة طلاق. بس كتير ثنائيات متزوجين بيقطعوا بمشاكل بالزواج، ولكن بيتخطوها كرمال يستمر هذا الزواج، كرمال الرجل، كرمال المرأة، كرمال العائلة، كرمال الأولاد، وكرمال المؤسسة. ليش مع أبو علي ما كان في هالمجهود أنه يحاول زواج من هالزيجات تستمر وتنجح وتكون زيجات مستمرة؟ ما في شيء يلزمني طالما إذا كانت المرأة وصلت لمرحلة، نحن ما هنقول نشاز، وصلت لمرحلة ما تطيع جوزها، تطيع بالحق مش تطيع بالأمر، مش روح أجيب هالصحن، لا تقبريني نعطيني كبيت المي. هذه كلمة شيء. كان عم بيسأل أبو علي إذا زوجاته أيضا بطيعن؟ أنا بكرم المرأة، بتطيع على مرتك؟ أنا بكرمها بحق مثل ما عم تطلب هي تطيعك، شو ما طلبت. أنا بكرم الأمرأة. نعم. عندي المرأة بتتكرم عندي، وناس كثير بيحسدوا بقول لك ليه لمرت أبو علي. هلا سؤال، بست زيجات بتكرم المرأة وبتقدس المرأة وبتسمع كلمتها وبدها إياها تسمع كلمتك، تفضل. إيه صح، مزبوط عم تحكي، مزبوط. شو سؤالك؟ شو سؤالك؟ بعطيها حقها، تفضل عمل لك كفة. أنه شو المشكل؟ لكن وين المشكل؟ بدك تسأل هي شو المشكل، مش أنا المشكل. أنا ما بحياتي قلت للمرأة أنت طالق ولا طلقت. بالطلاق اللي هني طلبوا الطلاق بكون، هني طلبوا الطلاق. لكن هلا عن نزح يعني، لا لك للمرحلة، طلع خلقهم من أبو علي. لا أنا بقول لك شو بعمل ساعتها. أول شيء بنبههم، بأنذرهم. أيوة. تاني مرة بهجرهم. أيوة. تالت مرة الضرب، أنا ما بمدي إيدي على مرة، بهجرهم، بعملهم كأنه أختي بالبيت، بتركها جمعة جمعتين لحتى تحس على حالها. وأنت بتقصص حالك كمان بتكون. هلا أنا رجال بتحمل، أنا بتحمل. ليه والمرأة بتحمل أفضل من إني مد إيدي عليها؟ إيه طبعاً. أكيد ما حدا مش مطلوب تمد إيدك عليها، ولكن أنا ما بعتبر الرجال اللي بيرفع إيده على مرة. تهجرها أنت عم بتقول، لما تهجرها جمعة جمعتين، أنت ما بتكون عم بتقصص حالك؟ مضطر. أعطيني بديل. أنا ما في وحدة تجوزت عليها وهي على زمتي. ما بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال، شاتب خلي إنذار، بتطلب إيدي اللي طلقني، تفضل، هاي حقك والله معك وخلص. وحتى ما في خصام، بعدهم بيجمعهم من طلقاتي هلا اللي وحدة توفت الله يرحمها، والباقيين مع أولادهم بيجوا بيجتمعوا عندي، بنعمل ويكاند بالمزرعة وكذا. ما حدا بتعرف إنه هيدا أمه هيدا وهيدا أمه هيدا. ما في. أبو علي وطليقاته الخمسة بيجتمعوا مع بعض؟ صحيح. إذا بدك تقيم أنت هالمؤسسة، تقديرك هي مؤسسة ناجحة أو هي مؤسسة فاشلة؟ بالعكس مؤسسة ناجحة. بس ولكن رجل قطع بكل هذه الزيجات، على أي أساس بيعتبرها مؤسسة ناجحة مش مؤسسة فاشلة؟ أثبت معه على مدة نص قرن كامل إنه هيدي مؤسسة قد ما يقدر يزبط فيها مش عم تقدر تستمر. ما قدرت أتوفق وما قدرت أني عالج مثلاً، كان يمكن وحدي منهم يمكن كان بدها هيك شوية روتوش، ما قدرت روتش. شو بدك تروتش؟ فشلت ممكن، ما عم بحكي. شو بدك تروتش؟ روتش فيها هالثغرات اللي فيها، هاللي ما بيعجبني فيها. لا شو اللي روتش هيك أبو علي بحاله خلال هالسنوات؟ خلال هال؟ هالسنوات
حاتجوز سبع مره وحاثبت انه انا توك مش من ابو علي ارزونه. توك مش من ابو علي. اوكي، شو صوره المراه اللي بقى عم تفتش عنها اليوم؟ رجل بنص الستينات، فهمنا كيف طورت صوره المراه بمخيله ابو علي وكيف كان عم بفتش عليها. اليوم اي صوره مراه بمخيلتك عم بتفتش عنها؟ فتش بدي وحده ست بيت لا اكثر ولا اقل، بامن لها شو بدها، لو بدها لبن العصفور بامنه من حمد الله، بس تكون ست بيت. بعد تجربتك بعد تجربتك هذه ست البيت اللي انت عم بتفتش عنها واللي بدك تقترن فيها، هاي ست البيت تكون تشبه ابو علي بتطلعاته بعمره؟ يعني فريش، يعني ستينيه بدك اياها؟ شو عامل لك لحتى تظلمني ستينيه؟ لا، من ال 30 لل 40 ما عندي مانع، ما عندي مانع، ما بد، ويمكن خلف اولاد وحابب خلف اولاد. انا الاعمار هذه بعدها بتجيب اولاد، اما ياخذ وحده ستينيه يعني لانه عمري 60 ياخذ وحده ستينيه. المراه اللي بدها تقترن بابو علي اليوم هي امراه بدها، انت ليش عم تكسد فيي؟ لا بالعكس، بالعكس بدها امراه. انا هلا اذا برفع اصبع هيك وبيعرفوا مين هو ابو علي ارزونه صدقني بيوقفوا في الصف، صدقني. معلش ابو علي، ما تظلمني، ما عم بظلمك، ما تظلمني، بس عم بسال اليوم المراه اللي بدها تقترن برجل معين بدها رجل شاب او بدها رجل تقدر تستمر معه ويقدر يعطيها؟ بدها رجل ترتاح معه وتكيف، ترتاح مبسوطه وتعيش. تستمر او لا وتعيش؟ لو عاشت 20 سنه معه وارتاحت وكذا، يا اخي توفى بخدمتك، انا ماني معمر، توفى يكون عندها ايراد وهيك رصيد وتقدر تعيش حياتها. كم ولد عنده ابو علي؟ 12 لله. بست زيجات وكم حفيد؟ 23. 23 يخلي لك هالعائلة، يسلم لي وحي الحقهم، حاطط براسي يا ثلاثة يا أربعة بزواج جديد بإذن الله، من زواج سابع أكيد. شكرا لك أبو علي. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.